تترسم وتلف جنازير حوالين صدرك. عملت لي ايه في المصيبه اللي انا اتدبست فيها؟ بالنسبه للمصيبه دي ما تقلقش، يعني رسمه كمان وهخلصك منها. خلصتني منها؟ ايوه. ازاي يا بابا؟ بعد كده مالكش دعوه. ازاي بابا؟ انا بضيعه بابا، انا بضيعه بابا. ما شاء الله، انا ما شفت الجنيزه بتخلص بالسرعه دي. اه والله، ده تقرير المستشفى طالع 100 100. ده انت لو حاولت تنتحر مش هتعرف يا راجل. الحمد لله، اظن لي كده بقى مش ناقص حاجه، مش ناقص غير امضه المدير بس. يلا ادعي ربنا عشان نلحقه. يا ترى الباشا موجود؟ ايوه موجود، بس عنده ضيوف. خلاص استناه ما يخلص. انا كده هتاخر، انا عندي تصوير. املي 100 مره اقول لك العصبيه دي مش هتنفعك. وبعدين انا قلت لك هخلصك النهارده، يعني هخلصك النهارده. ده انا بعمل فيك معروف، هتدعي لي عليه والله، هتدعي لي. ادينا قاعدين. اتفضل اتفضل. يا باشا يا باشا يا باشا يا ساعة بيه يا فندم يا فندم. بيه يا وحيد؟ البوليس يا فندم. لا يا فندم، دي المره دي مضمونه 100%. دي البوليسه اللي هترجع ثقه حضرتك فيها ان شاء الله. البوليسه دي لمين؟ اه يا فندم ورا حضرتك. ايه الكائن ده؟ ده يا فندم مليجي ابو العنين، اعظم دوبلير انجبته السينما المصريه. ده يا فندم لو تركز في وشه اللي عمل النطه بتاعت احمد السقا فيلم امريكانو. ايوه ايوه، زي ما انتم شايفين انه العملاء بيتهافتوا على شركتنا، وده بيرجع لثقه العملاء بشركتنا. انا عايز اقول لحضراتكم حاجه، شوكت باشا مش مخلينا محتاجين حاجه كموظفين والله. يا فندم ده التقرير بتاع المستشفى. ايوه يا فندم. ايوه، ودي شهاده المخالفات. تمام، مش ناقص بس يا باشا غير امضه ساعتك يا كريم هنا يا فندم. ماشي ماشي، مبروك مبروك يا ليجي. طب انا ما اتطرمش بقى عشان عندي شغل. مع الف سلامه حبيبي، مع الف سلامه اخويا، اشوفك ان شاء الله. مع الف سلامه، مع الف سلامه. شركتنا قادره على العطاء. انا ايه اللي بيحصل لي ده يا عم شريف؟ يا عم احمد ربنا انه ما ماتش. ما هو كده كده هيصرف البوليسه. نفسي اجيب بوليسه تكمل يوم واحد من غير ما تتصرف. كمل يوم واحد من غير ما تتصرف؟ طب ما تامن على الفنانين، ما هو بره مثلا شاكيرا بتامن على مناطق معينه. تاخد نمره ليلى علوي. ابوس ايدك. حاضر. ولا اقول لك بلاش ليلى علوي، عشان هتقول لك جبت النمره منين وانا بيني وبينها مشاكل. لا مش عايز اعمل لك مشاكل يا عم. انت تعرف نيلي كريمه؟ نيلي دي حبيبتي. تاخد تليفونها؟ اه بس افرض انا اتصلت بيها دلوقتي لقيتها نايمه ولا حاجه. نايمه ايه يا عم، دي بتصور دلوقتي، بس انا معاها جوه الفيلم. هات تليفونك كده بقى، اديك تليفون انا. خد اخويا. بس انا خدتها سرقه كده اول من البيت اللبيسه بتاعتك اهو.